الوضع الصحفي والإعلامي في الأردن مزري جدا، ويحتاج إلى انتفاضة حقيقية لكي تعيد هذا الإعلام إلى جادة الصواب، وأن يكون منبرا للتنوير والمعرفة والحقيقة. ما يجري هو تدجين للأصوات الرافضة، وهذا أمر مرفوض رفضا تاما، لأن تحويل الصحفي إلى بوق وإلى مطبل ومزمر لتمجيد قرارات الحكومة وفي غالبها قرارات غاشمة، هذا يحول الصحفي عن مساره ويحرفه عن أداء رسالته التي ينبغي أن ترتكز على المعرفة والحقيقة وكشف الأسرار المخبأة وكشف الحقائق وبيان الفاسدين ومطالبة بتقديمهم إلى محاكمات عادلة تعيد ما نهبوه من مال الشعب وقوت المواطنين. يعني هذا اللي بنحكيه، اللي شكوا منه زملائنا في موضوع التهديد وفي موضوع منعهم من التعبير عن رأيهم والتعبير عن مطالبهم والتعبير عن مواقفهم، هو نوع من القمع، قمع للحريات، قمع لحق الإنسان في التعبير عن رأيه، قمع للرأي الآخر. يا جلالة الملك يدعو إلى حماية حق الشخص بالتعبير عن نفسه، بالتعبير عن مظالمه، بالتعبير عن مواقفه، في حين أن الإدارة المبنى خلفنا هو الذي يقمع الرأي ويقمع الموظفين ويهدد ويهدد بالفصل وبالإنذارات وبالعقوبات لترهيب وتخويف الموظفين من أنهم يشاركوا في اعتصام حقوقي يطالب بحقوقهم. قائل الجميع بعتقد أنه الأزمة في الرأي هي أزمة إدارة. هذه إدارة هرمت، مضى عليها بالرأي 35 سنة، تمارس إفساد الصحفيين، تمارس عملية تسويف، وبالتالي يجب تغييرها. يعني ما في إدارة بتقعد 35 سنة بأي مؤسسة، الأصل أنه يعني يجب تغييرها أو يجب خلق إدارات جديدة. وأنا أظن أنه جريدة الرأي جريدة ولود وجريدة كفؤة، وهي يعني جريدة قائدة في العمل التنويري والعمل الإعلامي في الأردن. وبالتالي يعني نزع فتيل هاي الأزمة التي ستؤثر على صدارة الرأي مستقبلا وعلى حضورها كصحيفة، يتمثل في خلق إدارة جديدة، ليست إدارة هرمة، إدارة شابة وفتية تستطيع التواصل مع الموظفين، تستطيع تحقيق مطالبهم سواء بالجانب الإداري أو بالجانب المعيشي أو التأمين الصحي. أول تهديد هو طبعا هو كان يوم الخميس أول ما نزلت على الاعتصام، اتصلوا معي ناس من الإدارة، مدير دائرة السيطرة، فأبلغني أنه بعدم النزول وأنه راح يصير هناك شغلات تحمد عقباها. فأنا لأنه لي حقوق ومطالب وأني مظلوم ما بهمني، ونزلت ووقفت مع زملائي وآزرتهم، لأنه حقي وحقهم واحد وما بتخلى عن زملائي. هدد بعض شباب من الفصل وهدد بعض شباب بالإنذارات، ومعي زملائي هددوا كمان من المراسلين عدم النزول من يوم الأربعاء، اتصال هاتفي قبل النزول يوم الخميس. الآن مفروض يا أخوان تنفض أربعة أشخاص، أربعة أشخاص، واحد من المقابل.